هذه رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه توبة العامة التوبة من الذنوب وتوبة الخاصة التوبة عن الاشتغال بغير الله يعني شوية واحد فكرة راح عن الله هذا يحتاج إلى توبة لأن ضيع في الواقع تضيع إيش وقت واحد يفتهم هذا التضييع عندما هذه العلاقات تنفصل عند الموت الاضطراري عندنا موت اختياري وعندنا موت اضطراري الموت الاضطراري عندما تأتي تلك اللحظة ويجردون الإنسان من كل هذه الأشياء هناك يشعر أنه كان في ضلال مبين الموت الاختياري موت أولياء الله الذي أشار إليه علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه وأخرجوا من الدنيا قلوبكم القلب بعد لا يتعلق بالدنيا قلب ميت القلب الميت يعني شنو؟ يعني بعد هذه الدنيا مو مهمة عنده قلبه مو متعلق بالدنيا يتعامل مع الدنيا مو ما يتعامل مع الدنيا يتعامل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله مو أنه ما يتاجر الله ما يقول للتاجر لكن في التجارة قلبك لا يتعلق بالتجارة في تلك اللحظات قلبك متوجه إلى الله التوبة عن الاشتغال بغير الله